أربعة قتلى على الأقل هي حصيلة هجوم انتحاري بسيارة مفخخة حدث وسط عاصمة الصومال مقديشو يوم الأحد. ووفقا لمسؤول وشهود عيان فإن السيارة انفجرت قبل أن تتمكن قوات الأمن من تفتيشها. ويعد الهجوم ثاني هجوم انتحاري بسيارة مفخخة هذا الأسبوع بالعاصمة الصومالية. حدث الهجوم الأول يوم الخميس الماضي خارج فندق شعبي وخلف 14 قتيلا. هذا وأعلنت حركة الشباب المتشددة التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجومين. وتعد العاصمة مقديشو الهدف الدائم لحركة الشباب التي تسعى للإطاحة بالحكومة التي يدعمها المجتمع الدولي. وفي فبراير الماضي أسفر هجومان عن مقتل 38 شخصا. وشهد أكتوبر الماضي أيضا أكثر الهجمات الدموية في الصومال حيث قتل أكثر من 500 شخص في انفجار بشاحنة مفخخة في جزء مزدحم من المدينة.